السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتتبعي شوف تي في مباشرة. معكم من شعيب، شارع شعيب البكالي. انا في الطريق لاحظت واحد المسن يعني كبير كبير والله سبحانه وتعالى، وغادي واحد المسافة باقا المصلى بعيدة، ولاحظنا ان غادي واحد المسافة طويلة وكبيرة، يعني باقي المصلى بعيدة شوية وهو غادي على رجليه دقة دقة، وقلنا علاش ما ناخدوش معاه واحد التصريح. تفضل الشريف. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا نهار كبير عند الله سبحانه وتعالى. الله يحفظ سيدنا، الله يحفظه، الله يستر سيدنا، وين ربي يحفظه يا ربي، شافيه وتعافيه. آمين. إذا الله سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي، وين ربي يستر. لاحظنا أنك جي واحد المسافة كبيرة. نعم أسيدي. مسافة كبيرة ومصلى باقا بعيد. نعم أسيدي. أييه. جاي مسافة على طريق الله سبحانه وتعالى، في طريق الله سبحانه وتعالى. جاي نطلب الله سبحانه وتعالى في شهر الغفران، وهاد الشهر ديال الصيام، وهاد الشيء نطلبوا الله سبحانه وتعالى يقبل منا الصلاة ديالنا، القيام ديالنا، نطلبوا الله سبحانه وتعالى اللي حافيناش. نطلبوا ربي يحفظنا ويسترنا ويحفظ الأمة كاملة. أمين. الأمة كاملة ربي يحفظها. أمين. أنت غير من أبناء المنطقة هنا؟ أنا جيت من درميلة. جيتي من درميلة لرجلك؟ عمر الخطابي، وهذا حي الفرح. تبارك الله وصلى الله. عمر الخطابي. يعني مسافة. الحمد لله، الحمد لله، هذا أفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. يعني وقال من الفجر جيتي هنا نيشان؟ أي الحمد لله، أي صليت الفجر وجيت. الحمد لله. الفجر الحمد لله. الله يطول لك عمرك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. الله. يعني أنت من أول المتوافدين على المصلى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وانا نسقوا هذا الخير، طلبوا الله هذا الخير، طلبوا الله هذا الخير، تبارك الله الحمد لله. خير مع سيدي ربي سبحانه وتعالى. الخير سيدي سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا يعني جاء من درميلة على رجليه، وفى هذا السن تبارك الله وصلى على النبي، ومازال مصلى بعيدة واحد 500 متر ولا 600 بحال هكاك باش باقا بعيدة. الحاج اسمح لينا عطلناك. الله يرحم الوالدين. مرحبا مرحبا الخويا الحاج، مرحبا. شي دعوة للمسلمين. بغينا المسلمين الله يحفظهم والله يسترهم، ونطلبوا ربي اللي حافيناش يعطينا الخيرات ديالو من عنده. طلبوا الله سبحانه وتعالى اللي حافيناش. امين. الله سبحانه وتعالى. امين رب العالمين. يسترنا ويستر هذه الامه كامله. امين. البلاد ديالنا بسيدنا الملك ديالنا محمد السادس الله يحفظ ديالو. امين رب العالمين. وكنطلبوا الله يطول لنا العمر ديالو. امين. الله يخليه لينا. امين. راه محامينا مسكين، حامينا، بغينا غير ربينا يستروا. امين. ونطلب هذه الامه كامله الله يحفظها. امين رب العالمين. الله يحفظك. شكرا شكرا جزيلا. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا يعني الله يحفظك بقى مسافه طويله، هو خذا واحد الوقت باش الكرسي ديالك خذا الوقت باش يشد الطريق انه يوصل هو الاول المصلى. تبارك الله راك سمح لينا. الله يرحم والديك. الله الله. يعني كما كتلاحظوا غادي يكمل الطريق ديالو دقة دقة، جا من درميلة حتى حي الفرح شارع شعيب الدكالي. يعني صلى الفجر وشد الطريق ديالو. مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي هذا البث والى اللقاء.